خطيرة، كرة خطيرة، كرة خطيرة، وسعيود وسعيود وجول. بابا 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 اسرقها سعيود، اختفها سعيود، راوغ أمير سعيود ودخل وسجل جول. يا سلام عليك يا أمير، كنت أميرا في هذه اللقطة وأنت أمير الشباب. يفعلها سعيود ويدخل بالكرة، يباغت الدفاع. نعم سرقها، سرقها، السرقة حلال في هذه اللعبة. يا سلام من أمير. 1-0 لشباب الوزداد أمام ميلودي سانداونز هنالك في جنوب إفريقيا. يا سلام، نعم هذه السرقة حلال يا أمير. اختفى الكرة من الحارس، توغل وراوغ. اللعبة رائعة، هدوء كبير وبراعة هائلة. برمر يسرى راوغ وباليمنى سدد وسجل وافتتح بالبل وافتتح مجال التسجيل لسبب الوزداد. يا أمير. تيبي ميلودي سانداونز، كرة خطيرة وجول، خطيرة وجول، جول جول. جاسمي يفعلها ويسجل الثاني. يا سلام، في الدقيقة 45 بالثنائية شباب الوزداد هنالك في بريتوريا، يفعلها ولا يفوت ولا يضيع. الفرصتان اللتان اتيحتا للشباب استثمر فيهما وحطهما في مرمى الحارس ريكاردو غوس. تمريرة ولا أروع من هنالك على الجهة اليمنى فوق رأس المهاجم أحمد قاسمي. يا سلام عليك، بولخوة بروعة وقاسمي أروع بالرأس يحطها على يسار الحارس. والجول الثاني، شوف الاستلام من بولخوة، التمريرة الرائعة جدا، ركنية خطيرة، جول. يلعب نادي ميلودي سانداونز الكرة على الجهة اليمنى. لحظات والوضعية تعود إلى ما كانت عليه عند انطلاقة المباراة، 0-0، محاولة التسديد ولكن بعيدة. أمير سعيود في تنفيذ أرضية رجعت له مرة ثانية. توغل، كرة خطيرة، كرة خطيرة، يحتاج إلى مساعدة اللاعب. تغطية دفاعية من قبل اللاعب كتازا لكيكانا، التمريرة من كيكانا وسهلة لكاردو غوس في هذه الركنية بيد اليمنى. ترجع مرة ثانية لكيكانا على الجهة اليمنى، يرجع للخلف لوسط ميت مساوي بعيدة تماما لأحمد قاسمي بالرأس، لم يقدر عليها. وينك انديرويا يبحث عن توزيع هذه الكرة وعبر القائمة الثانية، كرة خطيرة. على كل اللاعبي نادي ميلودي. التقييم الثاني، تلعب عرضية مرة ثانية لصالح عناصر الشباب، توزيعة أخرى، الكرة بعيدة تماما، هاي صعبة لأحمد قاسمي، أحمد قاسمي، أحمد قاسمي. كاردو غوس بكير في القائم الأول بالرأس، التغطية الدفاعية لأمير سعيود تسترجع في وسط الميدان لعناصر مامي روسل. عنده الكرة الآن، محاصر باللاعب ميريزي، بينية هاي صعبة، خروج موفق من كداد. يا الكرات القصيرة هنالك لأمير، يضغط فريق شباب الوزداد عصر مامي لودي، والتغطية من بوشار، خطيرة، كرة عرضية، رائعة، كرة خطيرة، كرة خطيرة، وسعيود وسعيود وجول. الشباب يفعلها سعيود بل وافتتح مجال التسجيل لسبب الوزداد. يا أمير، كمان كنت الأول للشباب بالوزداد مع أمير سعيود في المراوغة. حياة بولخو على الجهة اليمنى، التوزيع خطيرة، قاسمي تم القيام بها ليتجنب الترجي التونسي. مشي الكرة، كيكانا ترجع له مرة ثانية اليمنى، التوزيعة، حذر الكرة هذه، حذر الكرة هذه من عند مالوليكا، مالوليكا يرجع مرة ثانية المهاجم أحمد قاسمي. يا سلام عليك، بولخوة، نتيجة لشباب الوزداد هنالك في